ما فيها والو. اجي سيدي هنايا على حسب الضوء. اش حدايا حالك؟ قرب الميكرو عندك اخويا حميد درويش. شكون عطيك الكلمه؟ اصبر حميد نجوش. اه جوج شكون كبر حميد ولا اخر؟ لا حبيب. اه سير بدا انت حبيب. لا ثلاث سوايع ولا أربع سوايع باش وقعت الجريمة؟ مع الربعة تقريبا. مع الربعة العشية. إذا متابعي قناة شوف تيفي مرحبا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة لالا مريم. إذا الجريمة اللي هزت مدينة الدار البيضاء بأكملها قبل أربعة ساعات بالضبط، يعني جريمة يعني مش ضحيتها واحد الأخ، أخ قتل الأخ ديالو اللي في عمره 60 سنة. اليوم معنا أصحابه وولاد دربو. مرحبا بك خويا. تفضل خويا. خصي الجريمة كنا بارك في الدار تلقينا الأخ قتل الأخ ديالو بدون قصد، يعني الدري كانت السيد كان بحالة سكر، يعني هما ديما في صراعات. السيد الآخر كبر صغار منه، الآخر عنده تقريبا شي 60 عام. يعني كنا بارك في دارنا قال لك راه كاين واحد الجريمة تقاتلنا، خرجنا لقينا السيد ضرب خوها بدون قصد. الصراحة السيد كان في حالة سكر، يعني ما واعيش. وهذا الشيء فهمتي راه ولا عادي، يعني ولات ديما كنشوفوا بنادم واحد كيقتل خوه، كيقتل الأم ديالو، كيقتل الأخ ديالو. كان دابا ملي شفنا هذا التضامن، حنا أصلا الدراري هذو ما كنعرفوا عليهم والو، دراري واش داخلين في راسهم، ولكن مرة كينوضوا بيناتهم نزاعات يعني داخلية. يعني بحال وكل ملي دابا السيد كان سكران، يعني ضرب ناقشوا بزوج واحد النقاش، يعني شنو تيقولوا؟ زاق السيد هز السلاح الابيض بدون قصد وضربوا لواحد البلاصه اللي عدد القتل ديالو، يعني تم غادي في لومبيلونس. مات السيد في لومبيلونس. مات في لومبيلونس. مات في لومبيلونس. وهاد الجريمه فين كانت؟ في الدار ولا في الزنقه؟ لا كانت في المنزل ديالو، حنا ما كنتش عرفنا في المنزل ديالو، انا ما كانتش في الزنقه. يعني صافي، يعني الدراري بزوج دراوش، يعني هذاك القاتل والضحيه، يعني الضحيه درويش. مختيم الحكومه ومشتلينا الشراب والقرقه. صدمتوا اسيدي، واخا سيدي صدمتوا. كل شيء في الصدمه دابا ملي كيشوف اخ قتل اخ صغر منه، يعني الدري الاخر اللي قاتل هو درويش، لا عمرها دار، ما عمرنا سمعنا كلمه العيب، واللي مقتول حتى هو ما عمرنا سمعنا كلمه العيب، يعني بزوج دراوش. يعني دابا حنا في الدرب اصلا ما كنعرفوهمش بزاف، يعني ما كيخرجوش، ولكن فوقاش اخر مره شفتيه؟ ما نكذب عليك شفتو شي سيمانه دابا، ولكن ملي قتل بقى كيدور هنا دابا في الدرب هنا، بقى تيدور بيناتنا وكيضحك معانا، يعني ضحك معانا. شنو السبب؟ انا السكر الشراب ما نقولش الشراب، ويقدر الشراب هو اللي يقدر يدير هذا الشيء، يعني السيد ماشي في الوعي ديالو. الله يرحمه ويوسع عليه. نعطيو سمعتوا الظاهره ديال الشراب وكل شيء اللي كدرت انا في لالا مريم، بنادم هادشي ولا عاقل الظاهره بزاف، بنادم ولا الشراب فريد قرقوبي، يعني فهمتيني. بالنسبه للاخلاق ديال الدري تو درويش الله يعمرها دار، ما عمرنا سمعنا شي كلمه تاعي. سمع صوتهم دراوش بجوج. جوج دراوش الصراحه، ما عمرنا. انا السيد شقتل جا عندنا، انا ريح معايا بعد، انا ريح حدايا السيد، خو راه في السبيطار مات وجا ريح معانا ومعرفين وكيعاود معانا وكيلحق معانا، يعني ماشي في الوعي ديالو. السيد تدز واحد الساعه عاش عرف بالجريمه ديالو، عاش عاقب اللي راه قتل خوه هادي وهادي، عاشوا البوليس هما لقاو الصعوبه، جا لقاو السيد ضاحك ناشط، يعني لقاو عليه كان في حاله تخدير، كان في حاله تخدير بعين تام، يعني ما عاقل على حتى شي حاجه، يعني ما عارفش باللي قتل خوه، يعني تدس واحد الساعه السيد يوعى عارف باللي عرف راه قتل خوه هذا، وتنادم مع الحال ولا كيضرب راسه مع الحال ولا كيضرب في الديور، يعني عاش وعى باللي قتل خوه، يعني تو ندم، يعني كل في الوعي ديالو ما يقدرش يدير هذه الجريمه هذه الصراحه، يعني بجوج دراوش، يعني يا السيد اللي قتل يا الضحيه، يعني بجوج دراوش ما عمرنا سمعنا منهم كلمه العيب. وشوف راه الظاهره ديال السكر راه كثرات، بنادم كيكون ماشي في الوعي ديالو يقدر يدير اي حاجه. في نظرك شنو اللي كيؤدي لهذ الجرائم الخطيره؟ شنو السبب اللي كيؤدي لهذ الجرائم؟ التخدير، الناس ماشوا حبوب مهلوسه، الشراب، يعني بزاف الظاهره كثرات هنا، يعني كثرت البطاله وبنادم ما لاقاش خدمه، وبنادم فهمتي بنادم زيارات عليه ولا باغي ينسى، وباغي يهاجر للبلاد، بنادم هاد كورونا هذا شي ازمات اثرت على النفسيه، اثرت على النفسيه ديال بنادم، ولا بنادم باغي يتهلوس وباغي ينسى، يعني نسى المشاكل ديالو، وشي بغي ينسى المشاكل ديالو كيمشي للحبوب مهلوسه الشراب. واه السيد تا هو ضحيه، تا هو كان خدام بخير
سير من رايح من الخدمه ولا عاطي الشراب وداك الشيء سقاش الخو انا واخا هو تشد تشد هو اللي سلم راسه الصراحه ما هرب ما والو انا جو البوليس لقاوه لقاوه ضاحك معانا جات انا العدي انا عنقني وكيضحك معايا وهادي وبالدم ديالو ما عمرو تشد السيد راه ما عمرو دوز عنده السوابق ديالو ما عنده سوابق في الحاس ما عمرو تشد ما عمرو شي حاجه ما نكذبوش علينا تا هو درويش كيحترم الكبير وكيحترم الصغير هو تا هو تبيع الحوت يعني تا هو كبير الحوت مسيرة هذا اللي قتل واش هو الكبير ولا الصغير هو الكبير ولا في عمره 60 عام تقريبا 60 عام 58 ما عرفتش بالضبط وكيت كبير ولا الصغير منه توقف واخا هذاك اللي مات مزوج عنده شي وليدات زوج ما مزوجش زوج ما عندهمش ولاد يعني بيناتهم شي 5 سنين تا هو اللي مات 65 وقال له 60 فهمتيني وكاين خوت بعضياتك وديما مجوج الصراعات يعني فين ما كيسكن واحد كينوض مع خوه ما عرفتش داكشي داخلي يعني في الدار نقاشات بيناتهم عائليه عائليه يعني ما نقدرش نخبي لك شي حاجه ما نقدرش نقول لك شي حاجه اللي ما كايناش المهم هادشي هادشي على برا هادشي اللي عارفين حنا في الدرب هنا فهمتيني السيد كان عادي سكر مشى تناقشوا خو واحد النقاش داخل الدار بدون قصد يعني جبد موز ضرب واحد البلاصه المؤديه القاتل السيد بقات واحد الساعه ساعتين لومبيلونس تعطلات تعطل جات لومبيلونس زاتو مات في الطريق الله يرحمه في هذا النهار وصافي السيد الاخر ما على بالوش راه قتل خوه خرج للدرب هنا كيضحك مع بنادم كاين شاط واخا عامر دمك شي ما على بالو حتى شي حاجه حتى دازت واحد المده معينه تقريبا من حتى 27 السيد قتل مع الربعه حتى 27 السيد حس بالجريمه ديالو حس براسو راه قتل خوه بنادم مال الحال الصراحه جاو البوليس بقاو الصعوبه سلم راسو ولا لا لا صراحه دخل الدرب حتى هو الدرب دخل دارهم كيضحك مع الناس ما هادي جاو البوليس ما لقاو الصعوبه لقاو واقف هذيك ما هو تنادم مع الحال بقى كيضرب مع كيضرب راسو مع الحيط وداك الشيء جاو البوليس لقاو عليه القبض يعني بنادم مع الحال وعاب بالجريمه ديالو يعني في الاول ما كانش واعي صراحه واخا سيدي ناخذوا السيد اجي سيدي هنا على حسب الضو نغرجعوا لك سيدي السلام عليكم مرحبا انت كتبيع الديطاي السيد اللي مات مسكين الله يرحمه كان كيتقدم لعندك حبيب اللي مات حبيب جاو درويش ضربوا حميد حميد اللي كان يوم ضربوا مخو حبيب شنو يمكن لك تقول لنا عليهم شنو كتعرف عليهم حبيب داوش عمر هذا راه ما سمعنا عليهم شي حاجه خايبه ما عمرهم تخاصموا مع بعضياتهم عمرهم ما تخاصموا نهائيا نهائيا فوقاش اخر مره شفتيه اليوم هذا نشوف بعقل يوميا يوميا كتشوفه يوميا والحبيب يوميا تبيع هو وخوه في السوق في المسيره شنو كيبيعوا؟ تبيعوا الحوت جوجهم كيبيعوا الحوت زوج يوميا هاد السكر هاد الشراب هاد الفانيل هاد التخربيق لي السيدة نوعا السيدة ندم تقتل خو هذا باش وعاء انا وعاء وهذا رجع ما كيخبط في راسو خشي خشي من طريقة الهضرة ديال السيد اللي قالت راه واعي السيد راه قاري الحمد لله راه تدوم مع الدول قادر تحاول معاه فرونسي ما بغيتي قاري السيد قاري يعني واعد يعني كان شي واحد خوت امي ما نقدروا ولكن السيد راه قاري تبارك الله عليه ودرويش الصراحة حتى شنو نقدر نقول فهمتيني وكن ما نكتب عليك هادشي ولا كيخلع والله اكثر فتقوم تشاد عندنا خايب بزاف ولا الكريزاج القتل الاغتصاب ولا فلان مريم فدنا واحد زيرو قات كامله تقريبا يعني بنادم ولا كيجي ملتم هنا كيخرب لنا الطوموبيل هذاك دابا شي 3 شهور دابا جاو الناس ملتمين هنا كيهرسوا الطوموبيلات وين كيعلى فهمتيني دابا مشاو بنادم كيتقدم بنادم درويش كيتقدم فدابا هنا تلقاي كلشي ولا دايرين كاميرات يعني بنادم هنا ولا فهمتيني لا بغيت نسولك يعني شنو الاسباب اللي كتجيو ولاد الجرائم الخطره وشنو خصو يدار باش ما بقاوش يشوفوا بحال هاد الجرائم البطاله باول حاجه البطاله يعني بنادم عنده ديبلومات قاري واعي بزاف حوايج ما لقاش فين يخدم يعني بنادم يحبس الفاني يحبس الناحيه والامن هنا ما كاينش امن كيدخل وقت اللي بغى كعرف فهمتيني ما كاينش الامن هنا بعد النوع واحد سيرو كات بنادم بحال قول الامن بحال كيخاف يعني ما كيجيش هنا كل مره يديروا يشوفوا بنادم كيبيع الفاني وفهمتوا بنادم ما نلوموش يعني بنادم ما لقاش خدمه ولا بنادم باغي يهاجر فهمتيني ولا بنادم باغي يمشي للغربه ولا بغى الشيء كنا حلو بعد السبت بنادم باغي يهاجر يعني بنادم قطع لك ثلاث بنادم متازمت عليه بزاف كذب عليك ايوا كنتمنى الامن الوطني يتدخل وحد من الظاهره الخطيره انا نوصل لمريم وهادشي اللي كاين شكرا انا فوق.